مهرجان مهم جدا واحتكاك اصلا للفنانين والتقاء مدارس كتير. اعتقد ان هو هيفيدني على المستوى الشخصي ان انا اشوف افكار جديده وافلام بشكل جديد. هلا انا شخصيا بحب هذا المهرجان ويعني ومرافقه من اول دوراته، يعني كان لي عده مشاركات فيه سابقا، والحقيقه بحبه كثير لانه هو بيعمل شغله انه بيحاول يجيب افلام دائما جديده ولاول مره تعرض، فدائما بيكون السباق بهذا الموضوع. انزل يا جميل على الساحه ترى. ابدا انا مبسوط ان وقتي كان بيسمح لي، السنه الماضيه ما قدرت، كان عندي حفلات هون بقصر السلطان، بس وقتي مع المهرجان سعيد اني اكون معكم. في تطور كتير حلو، التنظيم أحسن من كل سنة، والضيوف ما شاء الله في ضيوف كتار اليوم ومن كل مكان في الوطن العربي والعالم، وهذا الشيء كتير مهم. أنا كتير مبسوطة لأنه دائماً أنا كنت بأول مهرجان تاع دبي وأنا هون تقريباً كل سنة، بس كتير مبسوطة هذا السنة لأنه فيلمي واجب، عم نعرض فيلمي واجب افتتاح بالعالم العربي.